بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي. واحنا في فتره الخمسين الكنيسه عايزه تاكد علينا حته الايمان دي قوي، عشان كده النهارده الانجيل كان بيتكلم عن الايمان بابن الله، الايمان بربنا يسوع المسيح. الايمان بتاعنا ساعات بيتهز وبيضعف. بيتهز امتى وبيضعف امتى؟ بيتهز لما يتعرض الانسان لضيقه، والضيقه دي ممكن تكون صعبه، ومش ضيقه واحده، كذا ضيقه ممكن يتعرض ليها الانسان، ومع العدد الكبير ممكن من الضيقات اللي ممكن الانسان يتعرض ليها استمراريتها، واستمراريتها لمده طويله، فده يخلي الانسان ممكن إيمانه يضعف ويشك ويقول فين ربنا؟ مش واقف جنبي ليه؟ ممكن حاجة كمان تهز إيمان الإنسان وتجيله يأس، لما الإنسان يبقى بيقع في خطية والخطية دي واخدة وقت طويل معاه، مطولة، وحاول فيها كتير وما زال بيقع ومش عارف يقوم منها، فيجيله يأس ويحس انها مفيش فايدة، ويفقد رجائه ويفقد ايمانه في ربنا، ويبتدي يستسلم للخطية بسبب عدم ايمان. وهنا بقى دلوقتي ربنا يسوع المسيح والكنيسة بيدونا الحل لهذه المشكلة، مشكلة ضعف الايمان او هزة الايمان. الحقيقة اول حاجة نحطها قدام ضعف ايماننا هي قيامة ربنا يسوع المسيح، لأن قيامة ربنا يسوع المسيح حلت كل المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها البشر. أصعب مشكلة كان البشر بيتعرضوا ليها هي الموت، مش عارفين يحلوها، مهما وصل الدكاترة من العلاج في الطب لكن برضو بيجوا عند حتة الموت وبيعجزوا. الطب بيعجز في حتة معينة، وبالتالي لما جه المسيح واتصلب على الصليب وقام من الأموات حل هذه المشكلة، وبقى الموت ده أصبح بالنسبة لنا كأولاد الله عبور من الحياة على الأرض إلى الحياة في الفردوس. فالمشكلة اتحلت بقيامة ربنا يسوع المسيح. وإذا كان أصعب مشكلة تتحل في البشرية هي الموت، اتحلت بقيامة ربنا يسوع المسيح، فأي مشكلة تانية أكيد لها حل، أكيد لها حل. وده لازم يكون إيماننا وثقتنا في إلهنا اللي قام من الأموات، اللي قام من الأموات. الموضوع ده عامل زي إيه؟ عامل بالظبط زي أيام داود وجولياط. لما داود شاف جلياط بيذل شعب الله وبيعايره، فتقدم داود، كل الجيش كان قاعد خايف وكلهم كانوا جنود أقوياء ومعاهم أسلحة، وداود ده فتى صغير ما عندوش أي حاجة. تقدم داود وقال أنا هقوم وهقاوم هذا الفلسطيني. طبعا انا مالناش دعوه بالفلسطينيين ومش عارف ايه الكلام ده، احنا بنتكلم بس بالمعنى الروحي بتاعها. وهقاوم هذا الانسان جولياط الجبار. وفعلا تقدم وانتصر عليه، واول ما قطع راسه ومسك راسه ورفعها، كل الجنود اللي كانوا خايفين ومهزوزين وكمشانين ويأسنين وعندهم إحساس ضعيف، إحساس شديد جدا بالإحباط، قاموا وجريوا على الفلسطينيين علشان ينتصروا عليهم. وإحنا بقى عندنا إلهنا الجبار القوي اللي دخل المعركة وانتصر على الشيطان وقام من الأموات وأعلن نصرة البشرية كلها على الشر لكل من يؤمن به. وبالتالي احنا علينا ان احنا نعمل زي الجيش بتاع شعب اسرائيل اللي قام وانتفض وهجم على عدو الخير. ليه؟ شاف قدامه
الأعمال. علشان كده ربنا بيسوع المسيح في الإنجيل اللي احنا قرناه دلوقتي قال آمنوا بالأعمال، بالأعمال اللي أنا عملتها من أجل البشرية كلها. وإيه أعظم عمل هو عمله للبشرية؟ هو فدائه وقيامته من بين الأموات. مهما قعدنا نشكر في ربنا من النهاردة أو من أول يوم في حياتنا لآخر يوم في حياتنا وإلى الأبد، لا يمكن هنوفيه لعمله العظيم اللي عمله من أجلنا، إنه فتح لنا الفردوس وادانا حياة جديدة نعيشها معاه. إذن لما نبص على عمل ربنا القوي وقيامته من بين الأموات إيماننا يزداد. فلما تقابلني أي مشكلة أو توقعني أي خطية أو تزلني أو تتسلط عليا، دايما أفتكر كلمة المسيح قام. المسيح إيه؟ وبالحقيقة قام، قام. وبما إنه قام، إذن أي خطية أو أي مشكلة أحطها في إيد المسيح، المشكلة دي تبتدي تتحل وإيد المسيح تبتدي تصلح، والخطية دي ربنا يديني قوة ونصر عليها. حاجة تانية لازم أعيش بيها علشان الإيمان بتاعي ده يبقى قوي، عشان إيماني يبقى قوي ويزداد بربنا يسوع المسيح، الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا لازم نتواضع. مرة القديس يوحنا المعمدان قال آية كده في وسط حديثه ساعات ما بناخدش بالنا منها، يقول إيه؟ يقول كل أكمة، يعني كل مكان مرتفع كده ينخفض، وكل وادي يمتلئ. كل أكمة يعني المرتفعين دول المتكبرين هيحصل لهم إيه؟ هينخفضوا. طب والوادي؟ الوادي اللي هو تحت، الوادي ده اللي هو محفور تحت الجبل تحت سفح الجبل يمتلئ. عشان كده المياه لما بتنزل، المية لما بتنزل بتتجمع فوق الجبل ولا بتنزل تحت في الوادي؟ بتنزل تحت في الوادي. وكل ما عمقنا في الوادي، يعني كل ما تواضعنا أكتر، كل ما نتملي إيمان أكتر، نتملي ويبقى النهر بتاعنا أو حياتنا أو قلبنا مليان إيمان ومليان عمل في ربنا. وبالتالي كل ما نتواضع كل ما ربنا يزيدنا في إيماننا. الواحد لما يحط ثقته في نفسه الحقيقة هيبقى فاكر ان ثقته في نفسه دي حاجة او نفسه دي قوية ويقدر يعمل بيها شوية حاجات، لكن مهما عمل هيلاقي في الاخر نفسه دي بتضعف وبتنهار ومحتاج حد يتسند عليه. إذن لا اضع ثقتي في نفسي، ولكن اضع ثقتي وايماني ورجائي في المسيح الذي يقويني. يبقى نمرة واحد، انظر على اعمال ربنا وأعظم عمله هو فداء وقيامته من الأموات. نمرة اتنين، أتواضع فيزداد إيماني، لأن كل الإنسان متواضع يتملي إيمان ويتملي علاقة مع ربنا. حاجة كمان ربنا اتكلم عنها في الإيمان وقال كده، هو فتشوا الكتب، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. يعني ايه تشهد لي؟ يعني تزيد ايمانكم بيا. اذن ربنا لما قال نقرا الكتاب المقدس ما قالش اقروا الكتاب المقدس، قال ايه؟ فتشوا الكتب. اذن قراءتنا للكتاب المقدس لابد تكون منتظمه، لازم تكون بعمق، لازم تكون بفهم، علشان اشبع من كلام ربنا، وهذا الكلام يعطيني ايمان ويعطيني ثقة في عمل ربنا. لأن الكتاب المقدس مليان وعود ربنا القوية، زي ما قال للتلاميذ إن ابن الإنسان يسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم، ونفذ هذا الوعد بتاعه. كل وعوده اللي في الكتاب المقدس صادقة، وبالتالي هذه الوعود تعطينا إيمان وقوة وثبات وثقة في ضيقتنا وفي حربنا ضد الخطية وضد الشيطان.
إذن ثلاث نقط نبص عليهم فيزداد إيماننا ورجائنا بعمل ربنا القائم من بين الأموات. نمر واحد، أنظر إلى قيامته ونصرته وعمله العظيم اللي عمله لأجل البشرية. نمر اتنين، أتواضع. نمر ثلاثة، تكون لي قراءة مستمرة بعمق في الكتاب المقدس. ربنا يدينا نعمة كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.